أوروسكوب مع داليا. صباح الخير. بيقول مهندس غاندي إن الضعيف لا يملك القدرة على الغفران، لأنه ببساطة من شيم الأقوياء. لهالسبب خلينا كلنا نكون أقوياء، نسامح ونتعلم من تجاربنا. أما هلأ فمننتقل للأبراج والبداية مع برج الحمل. بتميل للانفتاح على الثقافات والحضارات، الأمر اللي بيؤدي لإزدهار حركة التواصل مع الآخرين. أما من ناحية القلب فالوقت مناسب لحل الخلافات مع حبيبك وجمع الشمل، ولكن عليك أولاً توضيح نقاط الخلاف والتفاهم على الأمور الجوهرية. برج الثور. بيقدم لك الحظ الدعم والانفراج لأعمالك إذا كانت معقدة، وبيكون بانتظارك انفراجات وحلول ما كنت بتتوقعها. تشعر اليوم بحاجتك للشريك على الصعيد العاطفي والمعنوي، ومثل العادي بيكون جاهز الشباك لبيك. برج الجوزاء. بيسهل عليك النقاش وتبرير المواقف، بالإضافة لإسماع صوتك عالياً. برافو، ما تجازف على الإطلاق من الناحية العاطفية، فالأمور مكهربة والأجواء موترة. حافظ على هدوءك المعهود. برج السرطان. بتميل للاسترخاء والاستجمام، ولكن عليك الانتباه من الفوضى، فترة مناسبة للتشاور ولعقد المفاوضات. تشعر أنك محط اهتمام وبتتأكد من رغبة الشريك بالتقرب منك أكثر من أي وقت مضى. برج الأسد. سير على ترتيب أوراقك وملفاتك، شارك بكل النشاطات وبادر إلى تصحيح الأخطاء. بيحظى العازب من مواليد برج الأسد بفرص جدية للارتباط، تتعاطف مع مواليد برج الجوزاء والحوت. برج العذراء. ما تعرض استقرار مصالحك للمخاطر خلال هالفترة، عالج الأمور المعقدة بطريقة ودية وهادية. تتصرف بعاطفية ورومانسية وبتتفادى العديد من الخلافات والمشاكل التافهة لتهدئة الأجواء العاطفية. برج الميزان. بتنظم الواجبات تفاديا لأي تقصير من الممكن أنه يحصل. برافو، فالتنظيم سر النجاح. تتبع المثل القائل إيد لوحدة ما بتزقف، وبتمد الشريك بيد العون والمساعدة، الأمر اللي بيقربكن من بعض. برج العقرب. وأخيرا حين وقت الحصاد، فبتحصل على نتائج مرضية نتيجة عملك الشاق خلال السنوات الأخيرة، الأمر اللي بيخليك تشعر بالراحة. تتجاوز جميع الخلافات السابقة مع الحبيب، وبتفتح صفحة جديدة من حياتك العاطفية، ولكن انتبه من المغامرات اللي بغير محلها. برج القوس. تحسن توظيف طاقاتك، فالظروف واعدة بانفراج مهم، أرباح وتحقيق أهداف إلك فترة عم تسعى إلى. تشعر أنك محط اهتمام وبتعيش قصة حب، تتوج بارتباط إذا كنت عازب. برج الجدي. بتقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة، وبتكون أفكارك غنية. بينصحك الفلك بالتعبير عن رأيك والمفاوضة بجرأة. تشعر بالحاجة للحرية وبتتناقش مع الشريك للقيام برحلة أو حتى سفرة قصيرة أو حتى أمتي بعيد عن ضوضاء الحياة اليومية. برج الدلو. ما تبالغ بمصروفك وما تفش خلقك بالشوبينج بهالوقت، فالفترة غير مناسبة للبذخ. استمع للمثل القائل خبي قرشك الأبيض إلى يومك الأسود. تتحسن العلاقات الاجتماعية وبتكون خالية من أي خلافات شخصية أو حتى عاطفية. برج الحوت. تشعر بثقة كبيرة بالنفس وبتشهد تغيرات إيجابية من الناحية العملية، بالإضافة لتطورات مثيرة. بتكون قادر على الاستفادة من كل الأمور الإيجابية من الكون وبتعكسها على علاقتك بالشريك. مع برج الحوت منكون وصلنا لختام فقرتنا لليوم. أنا بدي أتمنى لكم ويك أند كتير سعيد، على أمل أني أقدر لقيكم نهار التنين إن شاء الله بتمام الساعة 9. من هلأ لوقتها بترككم بألف خير. باي باي، بون ويكند. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.